كلنا في هذه الحياة نأخذ ونعطي، وسعيد هو الإنسان الذي مهما أعطى يشعر بأنه يأخذ، بل لا يشعر إطلاقاً أنه يعطي. والإنسان المعطي أكثر سعادة من الآخذ. نلتقي بكم إن شاء الله في شهر رمضان المبارك مع برنامجكم حياة الناس لموسمه الثالث على قناتكم السعيدة. دمتم سعداء. السعيدة رمضان لون آخر.